والفكرة الأخيرة في هذا الشابتر هو يعني إحنا درسنا الـ displacement resonance، في حاجة اسمها كمان velocity resonance. الـ velocity resonance دي بتيجي إزاي؟ يعني أنا عايز برضو الأوميجا بتاعة الموتور اللي تديني أكبر velocity، هنسميها بقى أوميجا سبسكريبت V. طيب هي الـ velocity كام؟ كانت كام؟ اكس نوت بتساوي سالب اي اوميجا ساين اوميجا تي ناقص فاي. الامبليتيود بتاعها ده، يعني ده الامبليتيود بتاع اللي هو بنسميه في نود مثلا، ده الفيلوستي امبليتيود يعني. كويس، اوكي، يعني الفيلوستي امبليتيود في نود ده بتساوي ايه في اوميجا. طب فريكوانسي كام بقى يديني اعلى في نود ممكنه؟ هو ده السؤال. لديك طريقتين، في طريقه انك برضو زي ما عملنا في الامبليتيود تاخد الجدع ده تفضله وتساوي صفر، يعني تقول دي بس المره دي ايه اوميجا على بعضها باي دي اوميجا بتساوي صفر، وده اثبات عملاق مهول. لو انت بتحب الرياضه قوي تقدر تعمله كده في صفحتين ورا بعض. ولكن توجد تركية تانية ظريفة جدا، تقول ان الفي نود انا عايز بقى الفريكوانسي او سرعه الموتور بيبقى اعلى في نود، هيساوي اف اوميجا. ادي الايه اهي، جميل، وده مضروب في اوميجا. يجرى ايه لو انا خدت الاوميجا من فوق نزلتها تحت؟ كده انا ما عملتش حاجة، نفس الشغلانة هي هي، صح. ويجرى ايه بقى لو انا روحت دخلتها جوه السكوير روت ده، جوه الجذر الاوميجا دي بوتت انسايد هنا، هيبقى هتخش متربعة، صح. وهنا اتنين سكويرد وبيتا سكويرد واوميجا سكويرد، ودي هتخش لهم اوميجا سكويرد اللي هتبقى لك مين؟ اتنين بيتا سكويرد بس. طيب امتى بقى الاكسبريشن ده كله يبقى ماكسيمم؟ يعني يحصل امتى الكلام ده؟ الاف نود والام والبيتا كلها ثابت في هذا الاكسبريشن، احنا اوميجا بس اللي بنلعب بيها دلوقتي. فعلشان الجرع ده كله يبقى ماكسيمم يبقى لازم المقام او الدينومينيتور يكون مينيمم، وعلشان ده يكون مينيمم والحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي الاوميجا، يبقى لازم الترم ده يبقى اصغر ما يمكن. اصغر ما يمكن هو الصفر. ليه؟ لان صفر تربيع يطلع صفر، يعني لو الحاجات دي كلها على بعضها وهي متربعه واضح، يعني اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع على اوميجا وكل ده متربع. لو حصل ان ده يساوي صفر هيبقى ده اصغر جذر ممكن. اي حاجه تاني موجب او سالب هتتربع هتطلع لك حاجه اكبر من صفر. حاجه اكبر من صفر يبقى المقام ده كبر، وبالتالي هيبقى الفي صغرت. فهو احسن حاجة تخلي السرعة تبقى عالية ان الترم اللي هنا ده تحت يساوي صفر، عشان ده يساوي صفر الترم ابو اوميجا ده لازم يساوي صفر، يبقى ساعتها لازم اوميجا نود تربيع ناقص اوميجا تربيع الكل تربيع على اوميجا تربيع ده يساوي صفر. ودي حلها انه اوميجا اللي هي بقى نسميها دلوقتي اوميجا بتاعت الفلوس الرنين بتساوي اوميجا نود. ده الريماركابل ريزالت التانية في موضوع الريزونانس، بمعنى اخر انه الفيلوسيتي ريزونانس الفيلوسيتي ريزونانس انجولر فريكوانسي هو اوميجا اي تو سوري اوميجا في تساوي الاوميجا نود الناتشورال، ساعتها تبقى اكبر سرعة. ولما يكون عندي اكبر سرعة، طبعا اكبر سرعه دي كام؟ تعال نشوف بقى، يعني الاول نشوف اكبر سرعه تطلع كام. هتيجي في الاكسبريشن بتاع السرعه اللي هو اخ ده، وتشيل بقى اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع ده بصفر، واهو الاكسبريشن موجود هنا اظرف كتير طبعا، لانه هيبقى ده كله بصفر راح، ويتبقى لك اف نود على ام مقسوم على جذر 2 بيتا تربيع تبقى 2 بيتا، فهيبقى عندك هنا احسن سرعه يعني
ال corresponding V node maximum هي F node على M مقسومة على 2 بيتا، بيتا R على 2 M. يعني يطلع F node على R، دي أعلى سرعة ممكن تحصل عليها. ايه أهمية حاجة زي كده؟ انه لما يكون عندي الفريكوانسي ده هو اوميجا في اللي بيديني اعلى سرعة اللي هي دي، ساعتها ده بيبقى الحالة اللي فيها ماكسيمم باور بياخدها السيستم. الباور هي حاصل ضرب القوة في السرعة، حتى تلاقي اليونت ده نيوتن في متر بير سكند، نيوتن في متر يطلع جول على سكند يطلع وات. فالباور اللي بياخدها السيستم من الموتور او من السورس تبقى هنا الفورس في الفي. الفورس احنا اعتبرناها دايما كقيمة، يعني اف نود رقم ثابت، بس بنلعب في الفريكوانسي بتاعها. ففي فريكوانسي معين لو ظبطته يطلع هنا الكورسبوندنج في اكبر ما يمكن يعني، وبالتالي اللي هي اف نود على ار يعني، وبالتالي هنا تحصل على الماكسيمم بوسيبل باور من الموتور للسيستم اللي هو يديلك اكبر سرعة. وطبعا تأثير الفريكشن دايما في أي سيستم، يعني إن هو بيقلل الحاجات الكويسة، يعني بيقلل السرعة، بيقلل الأمبليتيود، بيقلل كل حاجة يعني. وأعتقد إن الأوميجا بتاعة الفيلوسيتي هي أصغر قليلا من الأوميجا، لو قارنا الأوميجات هي أكبر قليلا من الأوميجا بتاعة الأمبليتيود، لأن دي طلعت أوميجا نود ودي طلعت جذر أوميجا نود تربيع ناقص 2 بيتا تربيع، فأكيد دي أكبر من دي يعني. لكن في البراكتيكال كيسز، في الحالات العملية لما يكون الفريكشن أصغر من الأوميجا نود، أو يعني البيتا تربيع أصغر من الأوميجا نود تربيع، فلما البيتا تربيع، وده في حالات كتير قوي قوي بيكون اصغر كثير من اوميجا نوت تربيع، ساعتها بيبقى يعني الفرق هنا ضعيف، يبقى الاوميجا بتاعت الفلوس هي تقريبا نفس الريزونانس بتاع الامبليتيود يعني تقريبا يعني. وبهذا ينتهي شابتر 5، وشكرا جزيلا.